السلام عليكم. دابا اليوم ان شاء الله تاني في رمضان غنديروا هاد الاكله ديال الكرطوط. هادي الاكله ديال الكرطوط، دير ستوب تبسيط. الكرطوط هذا اللي قلعت من الكرمه، هذا دابا بعد ما غسلتو غنقرضو باش نديه نفور. نفور حتى هو وندير ليه بحال البقوله ان شاء الله. مزيان الصحه هذا. ها هو داك الكرطوط دابا غادا نديرو في الكسكاس على الهوايدي، طيب على الهوايدي واحد الأكلة هادي. ربي تجي هي هاديك ياكلوها. شهر سيدنا رمضان نديرو الحاجة طبيعية زوينة. طيبت قدامكم على الهواد باكور، ها هو دابا كنقردو باش نشرملو. هادي داك الباكور، هذا هو الباكور، هو هذا طابولاك تدلي التومة والكامون جزوين. ايوا بالصحة والراحة، هادشي كلشي بلدي، كلشي صحي، كلشي طبيعي. طور شاهي ان شاء الله بالصحة والراحة.